عم تنبشوا على أبارتمنت ما إلكن غير إنه تجيبوا تيابكن وتنقلوا عليها، هالأبارتمنت للبيع مع ديكور وفرش كامل بمنطقة الزوق كسروان وتحديداً تحت يسوع الملك. هالأبارتمنت بعيدة دقيقتين عن طريق العام وموقعة على الرابع طابق من هالبناية يلي عمرها 7 سنين تقريباً. مساحتها 250 متر مربع، مؤلفة من مدخل، صالونين كبار، غرفة طعام وبلكون مقسوم لتو بارتس. شقفة منه اندور سكرينا كيرتن جلاس وتابعة للبيت، عاملين قعدة مع شميناية على الغاز وتي في. وتاني بارت اوتدور وكله له فيو بانوراميك مميز صوب البحر. غرف النوم ثلاثتهم مفروشين ومجهزين بإير كونديشن يونيتس وتابع لقلهم خزانات خشب بالحيط. اثنين منهم قلهم حمام مشترك ووحدة منهم ماستر، وبتجمعهم أوضة قاعدة منفصلة عن الصالونات وكلهم مجهزين بباركي. مميزات هالأبارتمنت بتتضمن ديكور جافسين بكل البيت، ديكور خشب وفرنيتشر كاستم ميد، ومجهز بأحدث الأجهزة الإلكترونية بالإضافة لبيانو. مطبخ الأبارتمنت تابع له غرفة خادمة وحمامة، الكاونتر توب جرانيت، ومجهز ببراد، أوفن، غاز توب وهود. بزوق مصبح 250 متر مربع أبارتمنت مع 3 نوم وأوضة قاعدة، فيو ما بيتسكر عليه، ديكور وفرش كامل وجديد، قريبة من طريق العام، منطقة كتير سيف، ستورج روم كبيرة مع 2 باركينج جراج على مستوى الطريق، كل هول ب 750 ألف دولار.